تنزل لرزق وعلى طول حلوه قوي 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 قوي، انما طولت قوي، انما لحقها ما طلعش صبحي. اوه جون عماد متعب بتاع الازمات، عماد متعب بتاع الازمات، انا بتاع الازمات، انا القضاء والقدر. وهدف هدف يعني من اوله نشرحه، الكره طولت، محمد صبحي ما طلعش. الكره دي بتاعت الكابتن شوبير بقى، يقولها ويقولهاش هو ادرى، وعماد متعب يحط هدف جميل جميل في الدقيقه، يعني الدقيقه 29 تقريبا، يعني الدقيقه هنقول ايه، الدقيقه 74، يعني الدقيقه 29 اهو، هدف جت الكره في رجله، ماشى طولت من تريزيجيه. هنا بقى كان صبحي لازم يطلع، انما بصوا عزم على بعض، يا سلام لما القدر يكون عاوز يجيب جول، واحد هيطلعها الثاني زقها لعماد متعب، قوه الذات الدفاع الذاتي، بصوا على طول تتلعب الكوره، زقها لقت رجل حماد، وعماد متعب، عماد متعب. والهدف الثاني، الهدف الثاني في الدقيقه 29 من زمن الشوط الثاني. لسه قلت لحضراتكم علاء علي في الشوط الاول هتندم.